السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان يعني أكل ويعني شرب ويعني مخلل. المخلل هو أحلى حاجة على المائدة تفتح النفس، كل واحد فينا من الصغير للكبير بيمد إيده عشان الحتة الحرشة أو الطعم الحرش. تعالوا نشوف النهاردة أخبار المخلل إيه، وندوق ونستطعم ونفهم الحكاية. كل سنة بنيجي لحضراتكم بنشوف نوع مخلل مختلف أو محل يكون مختلف، ونجيبه لحضراتكم ونفهم الحكاية من أصل الموضوع. تعالوا نشوف موضوع المخلل إيه النهاردة ونفهم أخبار المخلل الحرش. يلا سالفه ولا حاج؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله اكبر. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا سعد. ودايما كده طيب. ربنا يخليك. والحاجات الحلوه الجميله اللي عندك دي كل سنه تعيش. الناس بتحبها. كل طول السنه على معتقد المخللات. الحمد لله. صح كده؟ الحمد لله. بس هو الموسم الاساسي رمضان والعيد الكبير. رمضان والعيد الكبير. قول لي بقى يا حاجنا، المخلل ده طبق اساسي في كل وجبه لرمضان بالاخص. على الفطار، في بعض الناس تاكله على السحور. اي نعم بيعطش بس هو حرش، يعني لازم الواحد ياكل بيه ولازم يطعم كده. تقدم ايه عندك؟ ايه المنتجات اللي عندك؟ انا منتجاتي كتير قوي، اكتر من 11 12 صنف ما شاء الله. اساسيهم الحاجات المشكله زي دي كده، عباره عن فلفل، لفت، خيار، فلفل، جزر، لفت، خيار، جزر، زيتون، بصل. كده حلو. دي الاساسيات. شايف عندك كمان في ميه هنا، ايه الحكايه دي؟ ميه الترشي اللي انا مشهور بيها كمان. مشهور بالميه دي. حلو تمام. انت تشرب يعني بتشرب ميه؟ الناس بتشرب ميه الترشي. تمام. يشربوا ميه الترشي ده، بيشتروا ميه الترشي كمان. بيشتروا ميه الترشي. تمام. حلو. قول لي بقى، انا شايف في عندك اشكال مختلفه، هل كله نفس النوع بس التعبئه مختلفه ولا في ايه؟ لا، سعادتك دي كلها نوع واحد بس. هي احجام. احجام غير. بقى هنا بقى. لا دي اصناف. هنا بقى انا شايف في هنا في زيتون مخلي. اسمح لي. حاجات سادة. انا شايف في زيتون مخلي. زيتون محشي. ومحشي يعني هو مخلي من البذره. تمام. ومحطوط جواه جزر. تمام. صح كده. شايف كمان هنا في زيتون اسباني. زيتون اسود. ده زيتون بقى. عايز افتحه لك؟ لا افتح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكله يفتح النفس. حلو قوي. وده زيتون التفاح. نفتحه محشي. محشي. ده عزيزي محشي. عزيزي محشي جزر. حلو قوي. ايه تاني عندك؟ انا شايف حاجات حلوه ما شاء الله. وده ايه؟ عندي ده ليمون. الله الله. ليمون بالعصفر. ليمون بعصفر. انا احب ليمون بعصفر قوي. يبقى انت عندك الليمون، عندك الزيتون العزيزي، وعندك الزيتون الاسباني اللي هو الاسمر، وعندك ايه كمان بقى؟ وعندي خيار صوابع زي كده. خيار صوابع مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. كده خيار بقى البلدي الحلو بتاعنا ده بقى، الخيار المخلل اللي تسمع صوته التكه بتاعته. صح كده. قد ايه يقف في الثلاجه ده؟ لا يقعد لغايه ما انت تاكله، يعني ما يتكلمش مني، ما يزودش، مش عارف ايه الحاجات دي. لا لا لا. مده الصلاحيه لاي علبه مخلل او كيس مخلل قد ايه في الثلاجه؟ مدة صلاحية أي مخلل من اللي هو خد دقته وخد ميته وكده في التلاجة لغاية ما تخلص. إيه اللي تخلص؟ يعني المنتج اللي هو واخده. يعني قاعد مع شهر. يعني يقعد معاه. يقعد وبنام في التلاجة. في التلاجة يقعد. بس شرط طبعا، واحنا بنغرف من العلبة. تمام. بكيس بلاستيك نطلع. تمام. أو معلقة. معلقة خشب. مش بإيدينا. لا. صح كده؟ تمام. المية دي بتتغير أو حاجة ولا زي ما هي؟ لا. ما تتغيرش. ازيدك من البيت شعر. اتفضل. واللي ياخده ما يرجعوش تاني للعلبه دي. يعني انا خدت حبه في طبق. ايوه. نصهم. النص الباقي ما يرجعوش تاني. تمام. يبوظ الدنيا. تمام. معلومه مهمه جدا، ان اي حد بياخد حبه مخلل من العلبه الكبيره دي ما نرجعوش تاني للعلبه، نسيبه على جنب الطبق ونغلفه شويه ونسيبه. تمام. طيب انا شفت من شويه كان حد برضو بيوريني هريسه عندك او شطه. موجوده. ايه دي؟ اللي هي دي؟ دي عباره عن فلفل احمر مطحون. هي باينه. فلفل احمر شطه هريسه. ده بقى ايه بقى؟ بيستخدموه في ايه بقى عندك هنا الناس؟ هنا اقول لحضرتك حاجه. اول حاجه اقول لك محتوياته ولا؟ طبعا. ما انا جاي اعمل ايه؟ انا جاي اكل مخلل. انا جاي اعمل ده فلفل احمر مطحون. داخل عليه ثوم، بهارات، خل، لاي حاجه انت تحب تاكلها من اول المكرونه لغايه اي حاجه تحب تخللها. يعني ممكن احط منه معلقه على مكرونه صوصها احمر، ممكن احط منه على طبق فول، ممكن احط عليه مثلا في بضايه بقلبها. تمام. يمشي معايا. نفسي جايه معايا في ايه؟ في سمك. لا
لو هتتبل سمك. انا عايز كمان اكلم معاك على ايه تاني؟ في حاجه كمان، البصل الصقنن الحلو ده، البصل ده ايه بتعمله ازاي البصل ده؟ لا اول حاجه البصل ده ليه زراعه في المنيا، فبيجي لنا من المنيا على الطبق جاهز. انت بيجي لك البصل من الارض؟ بيجي لنا فريش كده من المنيا واحنا بنخلله. البصل ده بيجي من عند حبايبنا في المنيا من الصعيد، متقشر جاهز يوصل لحد القاهره عند حبايبنا في السيده وكل محلات المخللات، ده هم خللوه صح كده؟ تمام. عمار يا بصل والله. وبيقعد قد ايه عندك ده؟ صلاحيته قد ايه؟ ده صلاحيته سنه. سنه زي ما هو كده؟ تمام. يعني ناخد منك ده يقعد معايا براحتنا؟ تمام. ناخد منك وانا ماشي استنى في رمضان؟ ماشي. شايف زيتون اسود كمان؟ ايه بقى الحكايه هنا بقى؟ زيتون ده غير الاسباني؟ لا ده زيتون حلقات، اللي هو الزيتون اللي بيعملوا بيه البيتزا. اللي بيعملوا بيه البيتزا. تمام. نرجع تاني، احنا اتكلمنا على ايه؟ على الزيتون والليمون وكمان المخلل وكل حاجه. ده ايه؟ ده قرنبيط. قرنبيط. حضرتك كمان بتخلي القرنبيط، القرنبيط ده بتعمله انت ازاي بقى؟ بتسلقه الاول؟ لا 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 ما بنسلقش، بيتخلل على طول. بتيجي على القرص كده، القرص القرنبيط كده، بننزله بقامين ونديله ملح زي ما هو. يقعد كده شهر شهرين، يطلع يتنقل تاني، يتحط في ميه وملح تاني. لما اطلبه بقى ان انا اشغله بطلعه بعمله بقى تفصصه كده الزهر منه، الزهره وبتاعه كده. وده فلفل ايه بقى؟ ده فلفل هلابينو. ما كل الفلفل ده دلوقتي فلفل مصري اللي هو بيسموه المكسيكي، ده بيتزرع في مصر عندنا. وده ده المكسيكي اللي هو الاصفر ده. اسمه هلابينو. ده هلابينو حلو. ده بيطلع منه كذا فصيل. وده الفلفل المخلل اللي هو المكسيكي. المكسيكي. الفلفل المخلل الحار بتاعنا بقى الحلو البلدي ده بقى، ده موجود حلو قوي. ده بقى احمى شويه او حار شويه عن المكسيكي. المكسيكي ده تمام، يعني ده حاجه وده حاجه. تمام. حراق شويه. الحراق. الهون الحراق البلدي الاول. بعد كده الهلابينو، وبعد كده المكسيكي. بس اكتر واحد حراق هو ده البلدي، الفلفل البلدي بتاع الحراق ده. تمام. ده بتحط له ميه؟ يتحط له ميه. يعني مثلا ميه زي دي مثلا تحط عليها ولا ما تحطش؟ طبعا كده مثلا. دي ميه الترشي، كل الناس بتحبها، بس انا بنصح حضراتكم ما نزودش فيها شويه. بص منظر الميه عامل ازاي كده بقى. يقعد قد ايه بقى؟ يقعد اكتر من اسبوع ولا ما يقعدش خالص؟ لا ما يقعدش ازاي. يلا نشوف جوه ايه الحكايه. يلا السلام عليكم. سلام. ازيك يا عمنا؟ ايه الحلاوه دي؟ انا شايف مخلل حلو، وشايف ريحه حلوه، وشايف ابتسامه جميله. ايه يا عم الحلاوه دي؟ تعمل ايه؟ هتعلمني المخلل ولا هناكل بس؟ لا انت ابو العالم كله حبيبي، كلك ذوق. ايه بقى؟ تحط بالتدريج ايه بقى؟ اقول لك اللفت والفلفل والخيار بالمعيار كده صح؟ صح كده؟ ماشي. يعني بايدك بسنس. حلو. والجزر حسب طلب الزبون برضه. حلو قوي. ماشي. التفاحي ولا ده عزيزي؟ ده عزيزي. عزيزي. حلو قوي. مكسيكي. خيار قشه. وخيار قشه. صح كده؟ وبعد كده نحط الدقه بقى. سبايسي. سبايسي. ايوه. ماشي. والميه. الميه. اللهم صل على النبي. نقفل الكيس. انت كريم قوي. حبيبي يا باشا. نور. حلو قوي. وتقفل تك تك تك. انا هعمل زيك على فكره. اتعلم منك. لا مش هعرف طبعا اكيد. وريني. كيس المخلل ده هو اللي كل مصري قبل الفطار بيدور عليه وكانه هو ده اللي هيفطره. ليه احنا في مصر بنعمل كده؟ عاداتنا وتقاليدنا كده. اي محل بتاع مخلل في مصر بيتكلم مش اقل من 20 50 سنه فاتح، وده قرار مهم جدا عندنا في مصر. الناس نظيفه جدا، كل واحد بيعمل بطريقته. محلات المخللات في مصر كتير جدا، اما النهارده احنا موجودين عند محل مميز جدا، لان حاجته اول ما تخش المحل تشم ريحه المخلل. لو انت صايم اللهم اني صايم. يلا بينا. لما نجيب بقى كيس ونعمل كده فلفل وحبه خيار وحبه لفت جزر. ايوه عينيا يا باشا. رمضان كريم.